بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا في الدنيا عبادا لك مخلصين مخلصين، آمين يا رب العالمين، حتى نكون من السعداء فيها بحياة طيبة من لدنك، وسعداء في البرزخ، الحياة البرزخية، وسعداء في الآخرة يا سميع يا عليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. نتناول بعض آيات من هذه السورة الكريمة. فاستخف قومه، أي تحدث عن فرعون، وتحدثنا كثير. فاستخف قومه، هذه دائما أذكر بهذه الآية. فاستخف قومه كما ترامب الكلب، وحاولوا من الشرق والغرب يلعب معاهم لعبة خطيرة، كونه ما حقيقة لهم، فما كان القوة عندهم هما، والحيل عندهم هما، والحق عندهم هما، والجمال عندهم هما، والعلم عندهم هما. وهذا باطل، وهذا استخفاف بمن هو مغاير له. لكن احنا لا يمكن اي استخفاف ان يحط من عازمنا او ينقص من قدرنا، لان ربنا قال وانتم الاعلون، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اذا احنا في طريق الهدايه بالتمام، لا يمسنا هذا السحر اللي هو يقصد به خساره الانس والجان في الدنيا والاخره، نسال الله السلامه.